حاجة وتشوفوا الصور والفيديوهات بوضوح عشان تبدأ تقصقص فيهم، تقدر تقصقص من الجنب ومن اليمين ومن الشمال، تقدر كمان تعمل حتة من النص كده، فدي حاجة كويسة جدا موجودة. ويعني الصراحة يعني الصورة أو المكان نفسه واسع جدا، تقدر تمشي فيه براحتك. لما تنزل تحت كده عندك كل الإضافات الموجودة في أي برنامج مونتاج، زي مثلا اللي هي القص، وكمان أنت ممكن تحط طبقة فوق ده مثلا زي كروما، أو فيديو فوق الفيديو، أو صورة فوق الفيديو، زائد كمان أنت ممكن تسرع الفيديو، تحط فلتر للفيديو، تعكس الفيديو يمين وشمال، تعمل حاجات كتيرة جدا، وتقدر تضيف نص. عندك هنا كمان حاجات كتيرة جدا هو بيضيفها لك، تقدر تضيف أوديو، كمان تقدر تظبط المكان اللي أنت عايز مثلا يكون الفيديو ينزل عليه، سواء مثلا يوتيوب، انستجرام، تيك